فهل يزيد الإيمان وينقص نعم. بتغير الظروف التي نعيشها الآن؟ أحسنت، هذا أصل من أصول أهل السنة، الإيمان يزيد بالطاعة نعم. وينقص بالمعصية أو بقلة الطاعة أيضا نعم. قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا زادتهم إيمانا. الأول شيء قيد قاسي شديد، إذا ذكر الله وجلت، كيف توجل القلوب، وجل القلب كيف يكون؟ لا يستشعر القلب الوجل وحلاوته إلا إذا ذاق حلاوة وطعم الإيمان وأشرق فيه نور الإيمان. لا إله إلا الله يا أخي، أنا له أنا علامة والله الذي لا إله إلا هو، أنا أستدل بهذه الآية على وحدانية الحق تبارك وتعالى. كيف؟ إذا ذكر المؤمن الله عز وجل في لحظة صفاء يشعر بقشعريرة حقيقية هنا، أنا أقول هنا في هذا المكان في هذا القلب، هذا إن دل فإنما يدل على أن هذا القرآن كلام الحق الذي خلق. سبحان الله. هل استطعت أن أوصل لك ما إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم؟ لهذا علامة وجل حقيقي، وجل وجل قشعريرة، أنا أخاف، هزة في القلب، أن أحب وأن أخاف. وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان. إذا الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال الله عز وجل هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. قال الله في شأن أصحاب الكهف إنه فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. والآيات هذا البكر Oh.